نمشيو مباشرة لفقرة صحة مع الأخصائية سارة بن قاسم، معالجة الدوار والدوخة ومشاكل التوازن. صباح الخير أستاذة سارة. صباح الخير عليكم، شكرا للاستضافة المرة الثانية. مرحبا بك، إن شاء الله ندوزو وقيتة مفيدة، خاصة أننا تنتكلموا على تخصص صراحة اللي ما وقت شيء إلا بغينا نقوله مساحة كبيرة على المستوى المعرفي وكذلك حتى على المستوى الإعلامي. فإحنا من خلالك أستاذة سارة بن قاسم غنحاول اليوم نتعرفوا على واحد من الأمراض الشائعة كذلك، ما يعرف بالتهاب العصب الثامن. تطافي وي اللي كنسميو لاميغريت فيستيبولير، احد الامراض الشائعه واللي كنشوفوها خصوصا في هذه الفتره هذه. غالبا كيكون كيسبقوا واحد الزكام، يعني كيكون المريض لازم واحد الفتره ديال لاغريب، يعني زكام او لا ابسي كيلكو باغ، يعني مثلا في الدرسه ديالو ولا انسينيزيت اللي كتكون قبيحه بزاف، اللي كيكون ديجا عنده واحد الالتهاب اللي انتقل ليه العصب الثامن اللي هو العصب ديال التوازن. العصب ديال التوازن، نعم. واخا الا بغينا نوصفوا يعني الحاله، كيفاش نوصفوها دكتورة سارة؟ يعني واش ملي تنقولوا التهاب العصب الثامن هي ملي كتهبط لنا واحد لابارتي الجهة ديال الحنك أو ديال الفم، يعني على جهة أخرى؟ هذا شلل مشفي ديال الوجه. العصب الثامن هو اللي مسؤول على التوازن، يعني هو بحال نقولوا واحد الخيط اللي كيربط ليا ما بين الاذن الداخليه وواحد الاجزاء من الدماغ اللي هي مسؤوله على التوازن اللي هو جذع المخ والمخيه. التوازن، نعم. التوازن. الوغ ملي كيوقع التهاب على هذا المستوى فكيجي واحد الدوار اللي هو شديد بواحد الصفه فجائيه، يعني يقدر السيد ولا السيده يفيق من النعاس. هاد الدرجه هادي يعني الدوار اللي كيفيقوا، يعني كيحس بالدنيا تدور به، وهذا الله يحفظ يعني كيكون مصاحب بالقيء واسهال حاد وتعرق، يعني فهي هو كيتعتبر من لي زورجون. يعني من الحالات الاستعجاليه، نعم. واخا شنو هما المسببات اللي كيديو التهاب هذا العصب دكتوره ساره؟ الوغ كاينين فيروسات دي زاتانت فيرال انفلاماتوار ولا دي باكتيري، وكما قلت لك كاين دي فوا المريض كيكون ديجا عنده مثلا واحد الفيروس ديال الزكام ولا ديال الخفاش ولا كاينه من الزونا هذا قبيح بزاف، لان بالاضافه للالتهاب ديال العصب الثامن كيقدر يعني يمشي لنا حتى السمع، ويقدر كذلك ياثر لنا على الوجه، الشلل ديال الوجه. نعم. فاذا نقدر نقولوا بان يعني المسبب الرئيسي ديال التهاب العصب الثامن تيبقى سبب فيروسي محض. سي سا، فيروس ولا اون باكتيري. نعم. الوغ هنا عاوتاني الاعراض اللي غادي نشوفوا على المريض كتكون على حسب فين وقع هذا الفيروس، يعني اش من جذع صاب به العصب الثامن. نعم. يعني فوالا. حيت ما ندخلوش شويه في الاناتومي ديال الاذن الداخليه، يعني العصب الثامن كينقسم لشقين، كاين الشق علوي وسفلي، وكل شق مسؤول على لينيرفاسيون ديال واحد الاعضاء معينه. فبالتالي المريض كيوصف واحد الحالات معينه كتجي، يعني دوخه، يعني بواسطه واحد الاوضاع معينه الى اخره، هذا كيبقى يعني الدور ديالنا باش كنعرفوا الموقع ديال هاد الاصابه هذه ديال هاد الالتهاب. المشكل الكبير هو الا كانت الاصابه شويه الفوق فهو كيصيب لينا حتى السمع، يعني كيمشي معاه، تخيلي معايا استاذه حليمه، كيمشي السمع بصفه فجائيه. يعني ماشي كيبقى ينقص السمع تدريجيا حتى كانه
كيمشي دقه واحده واحد اللحظه كيمشي في دقه واحده اكزاكتومون، ومع الاسف كيقدر يكون ايريفيرسيبل يعني كيمشي بصفه نهائيه وما كيرجعش. انا واحد المره كانت ما عرفتش واش هي نفس الحاله او لا، ولكن كانت الودن ديالي تاثرت ليا بزاف لدرجه انه يعني بحال تسدات ليا، ومباشره من موراها فقدت الصوت ديالي يعني وكنظن يعني كان التهاب، لان مشيت من بعد عينت بطبيعه الحال حاله عند اخصائيه. لهذا دائما التشخيص يبقى مهم جدا دكتوره ساره، حيت في كثير من الاحيان تنبغيو نشخصوا لنفوسنا ونمشيو للصيدليه وناخذوا مثلا دواء معين، ولكن في حقيقه الامر احنا في بعض الاحيان تنزيدوا من خطوره الحاله. لهنايا لابد يعني التشخيص يتم عند طبيب انف اذن فم جوع اللي مختص في الدوخه. تمام. يعني ماشي كله مختص في الدوار، نمشي عند الاخصائي اللي في الدوار. الحمد لله لاني بغيت فيستيبولار رغم ان الاعراض قويه وقبيحه، الا ان يعني العلاج ديالها الحمد لله كاين بسيط، يعني بصفه نهائيه ما كيبقاش المريض يعاني من الاعراض. غير هو كما قلنا الاخصائي ما نمشيش لا فارماسي وناخذ هكا دواء غير بوغ كالمي ديك لا دولور ولا داك لو فيرتيج وصافي. صحيح صحيح، وخاصه ملي تكون الدوخه او لا ماشي الدوخه، ملي تكون الدوار يعني كما شرحنا بالامس يعني الدنيا تدور بك. يعني هنا الحاله بطبيعه الحال تستدعي تشخيص طبي دقيق جدا وسريع. وسريع لان مستعجل اكزاكتومون. وخاص يعني الناس اللي خدامين في لي زورجونس سورتو في لي كلينيك في المستشفيات حتى هما يكون عندهم درايه على هاد المسائل ديال الدوار، لان الناس كيتجهوا لي زورجونس اون بروميي ليو. بصح يعني دو ليطا اللي كنشوفوا بها المريض دائما كنفكروا في مشكل في الدماغ وكنمشيو للسكانير لي ديغان سيريبرال، الوغ كو دي فوا كيكون المشكل هو الاذن الداخليه. فملي يقول المريض راه الدنيا كدور بيا نفكر ديريكتومون في الاذن الداخليه ونمشي في هذا الاتجاه. وكما قلنا البارح دكتوره ساره، دائما الا بغينا نقولوا تنستصغروا الاشياء، يعني ملي تنقولوا الدوخه او الدوار تيسحب لنا راه غير تعب او لا راه غير الانسان كان يعني مجهد او لا كان اجهاد كبير او لا، في حين ان احنا تنكتشفوا ولا المعده احنا تنكتشفوا معك يعني من البارح اليوم بان لا راه كاينين اسباب اخرى اللي هي اكثر خطوره واللي عندها علاقه مع حالات ديال الدوار وديال الدوخه مشاكل التوازن. العلاج في هذه الحاله دكتوره ساره؟ الوغ كاينين بعض انواع ديال التهاب الاذن اللي التحسن يعني كيكون تلقائي. نعم تلقائي يعني بدون اي تدخل طبي، كتكون انفغيت اللي هي بسيطه جدا باساجير. نعم. ولكن في معظم الحالات اول حاجه الطبيب كيعطي مضادات الدوخه الدواء يعني لي زونتي فيرتيجينو، وكيعطي مضادات الالتهاب دونك بلا ما نذكر اسماء الادويه. اي بطبيعه الحال كيكون الترويض الطبي. الترويض الطبي ديال الدواء كيبدا من اول نهار صابيه السيد او السيده بهذاك الدواء. يعني الا قدر يجي للعياده هو كيجي، ما قدرش كنحنا اون سو ديبلاس عندو لعندو. لابد يبدا. علاش؟ تقدر في ميم با ثلاث ايام حتى لخمس ايام ماكسيموم صافي السيد ولا السيده كيولي مزيان وكيسترجع الصحه ديالو. نعم يعني كتكون استجابه يعني الى الانسان استجابه سريعه بزاف. يعني بحال كنحاربوا حنا ذاك الحاله اللي كان فيها بالادويه بالترويض، يعني في ايام قليله جدا صافي كيرجع للصحه ديالو. الوغ كاينين الناس اللي ما تمشيوش للترويض من اول مره. هاد الناس شنو تيوقع؟ صح تيمشي الدوار ما كتبقاش الدنيا كدور بهم، ولكن شنو تيبقى؟ كيبقى مشكل ديال التوازن اللي هضرنا عليه البارح. وهاد الناس كنشوفوهم امتى؟ يعني شهر من بعد الاصابه او شهرين
نعم فما فوق فكي جيت أنا ما نقدرش نمشي الأماكن العامة اللي كيكونوا الناس والضوضاء بحال لي مول ولي ما لي غران مارشي وهذا ما كيقدرش أو لما في الظلام الظلام كيفقد التوازن ديالو أو لما في السياقة ملي كيكون في الطوموبيل ويكون حام وهذا أو لا في لوطوغوت ما يقدرش يفوت واحد نقولوا حنا 90 كيلومتر باغيني يعني هو ماشي فقدان التوازن التام إلا غير حالات معينة. نعم نعم. دونك حنا هنا كندخلوا باش نعالجوا هذا المشكل. نعم، واش صحيح الناس اللي كيستعملوا الحواس ديالهم في العمل يعني كمهن يعني كاين المهن اللي كيستعملوا الحواس كحاسة السمع مثلا تيكونوا أكثر عرضة لمشاكل التوازن أو لمشاكل انعدام التوازن؟ ممكن على حسب يعني الحالات اللي شفت في العيادة بصح كاين بعض المهن كتأثر شوية الناس اللي كيخدموا في لي سونتر دابيل أو الناس اللي كيخدموا في الشونتيي الناس اللي كيخدموا في المصانع المعامل الله يحفظ السلامة لا سيرتو إلا كان واحد اليوم هو اللي فيه صداع في لي ماشين خدامين اللي فيه صداع وكتلقاه يعني بصفة هذيك اللي خدمته يعني ما عنده حتى شي نهار اللي غادي يرتاح في هادو ويكلقاو كيكون عندهم هذه المشاكل وسيرتو من ذكرت هذه النقطة اللي مهمة ديال المهن الناس اللي كيخدموا في البيت. نعم نعم انا كنقول بان هذا هو مرض العصر كنسميوها لا ديبوندونس فيزوال يعني تفتت الاذن الداخليه باش انا تكون عندي اذن داخليه مزيانه وما نحس لا بفقدان التوازن ولا حاجه كيخصني لونترينمون الحركه هي ديتكت لو موفمون هي ربي خلقها انك ديتكت الحركه والسرعه باش حنا كنتحركوا الى اخره فبالتالي لما صرنا رياضه وانشطه وهذا كتكون مزيان تخيلي معايا الانسان كيدير الخدمه ديالو من 8 الصباح ولا 9 حتى الليل حتى 7 حتى العشيه جالس نعم جالس جالس واليوم غدا اليوم غدا وما كاين حتى شي انشطه رياضيه ولا حتى شي حاجه هاد الناس هادو من بعد كيكون كيولي عندهم هاد المشكل ديال الدوخه وديال التوازن وديال فقدان التوازن وكنا كنشوفوا حالات على 40 سنه 35 وسورتو مع هاد لا بيريود ديال لو كونفينمون اللي دازت يعني ولينا نشوفوا من 18 سنه 17 سنه الحالات ديال نعم نعم داكشي علاش دائما في الحركه بركه وطبيعه الحال الانسان دائما يحاول يحافظ على نشاط رياضي معين ولو يعني الانسان يدير غير واحد 15 حتى 20 حتى 30 دقيقه من المشي دائما تتكون عندها فعاليه ووقع ايجابي على الصحه ديالنا. شكرا جزيلا لك ساره بن قاسم معالجه الدوار والدوخه ومشاكل التوازن كنت معنا مباشره من الدار البيضاء نتلاقاوك في حصص مقبلة بحول الله.